أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في مقطع جديد. طبعا مقطعنا مثل ما شايفين شرح عن الأمراض في لعبة دايزي. طبعا حاليا موجود 6 أمراض في اللعبة، أقول حاليا لأن ممكن يصير تحديث وتزيد أمراض جديدة. وطبعا في هذه اللعبة ممكن تمرض يعني أكثر من الواقع، وحتى أكثر من هذا الفيروس اللي قال سنتشر، فيروس كورونا اللي الحين صار له تقريبا 4000 سلالة اللي ما راضي يخلص. فعلى العموم قبل لا أتكلم عن الأمراض في اللعبة، أول حاجة أريد أتكلم عن حاجة مهمة في اللعبة، وهي الأميون سيستم أو الجهاز المناعي. طبعا ما أعرف من يرسل، نسيت أحط تلفوني صامت. طبعا الأميون سيستم أو الجهاز المناعي في لعبة دايزي حاجة مهمة، وتقريبا 99.9 بعد من اللاعبين اللي لعبوا دايزي ما يعرفوا فكرة الجهاز المناعي في هذه اللعبة. أتمنى تستفيدوا من المقطع، ولا تنسوا دعم القناة بالنشر واللايك. الجهاز المناعي في لعبة دايزي من أهم الأشياء اللي إذا فهمتها ممكن راح تكون يعني بعيد عن الأمراض، سواء إذا شربت من أي مكان أو أكلت أي حاجة، حتى لو أكلت أكل غير مطبوخ. بس علشان تعرف هذا الشيء لازم تعرف كيف الجهاز المناعي يشتغل عندك في لعبة دايزي. الجهاز المناعي في لعبة دايزي يتكون من نسبة 100%. هذا 100% مقسمة إلى 4 أقسام، اللي هي الأكل والشرب والدم والصحة. وطبعا هذه الأربعة أقسام مقسمة إلى نسبة 25% لكل واحدة فيهم، مع بعض يعطونا نسبة 100%. فإذا كانت هذه الأربعة أشياء كلها فل عندك، فأنت عندك الحين مناعة ممتازة، وعندك مناعة ضد تقريبا كل الأمراض في اللعبة. كل ما انخفضت النسبة، مثلا نسبة 75%، الحين عندك مناعة ضد الإنفلونزا بس ما عندك مناعة ضد الأمراض الثانية. وكل ما انخفضت أكثر كل ما قلت عندك المناعة، مثلا أقل من 65 راح تكون مناعتك ضعيفة، ما أنها ضعيفة لكن معرض أنك تصاب بأي مرض. وكل ما انخفضت أكثر كل ما صار عندك المناعة أقل، يعني بأي حاجة بسيطة ممكن أنك تمرض. أتمنى الشرح هنا واضح علشان ننتقل للنقطة الثانية. طبعا في مرض في لعبة دايزي، قبل أن نتكلم عن الخمسة أمراض الباقية، هذا المرض من أخطر الأمراض في اللعبة وممكن تتجنبه بسهولة، وهو مرض كورو. هذا المرض يصيب الدماغ، دماغ اللاعب، فاللاعب يبدي يهلوس ويضحك طول الوقت. ونفس الشيء لما تكون تصوب على أي حاجة عندك الايم يهتز، ما تقدر أنك تسيطر عليه. هذا المرض ينتج بسبب أنك أكلت لحم إنسان، يعني في لاعبين يسويوها على فكرة، يعني يقتلوا لاعب يقطعوا لحمه ويروح يطبخوه، يقول ان هذه لعبة سيرفايفر، يعني لازم انا انقذ حياتي باي ثمن حتى لو اكل لحم صديقي. لكن الثمن طبعا بتدفعه انك بتصاب بهذا المرض وما في علاج. طبعا في اللعبة العلاج الوحيد انك تنتحر. فهذا بشكل عام هذه الحاجة تجنبها في اللعبة. انا اصلا ما مستغرب ليش مسوينها، لو يلغيوها احسن. فخلونا ننتقل للامراض الثانية او الاشياء الثانية اللي في لعبة دايزي. اوكي شباب، وثاني مرض عندنا اللي هو مرض الكوليرا، والسبب الرئيسي في مرض الكوليرا اللي هو الماء الملوث. طبعا اي ان كان مصدر هذا الماء لا تشرب منه. الماء الوحيد اللي هو موثوق فيه في اللعبة اللي هو من الآبر. اذا حصلت علبة مثلا مثل هذه، علبة ماء، ما تشرب منها الا بعد ما تعقمها. طبعا تستخدم الكحول للتعقيم، او تستخدم اللي هو الكلوراين تابلت، تسوي له كومباين وتضيفه. الحين لما تضيف الكلوراين تابلت مع هذه العلبة خلاص الماء صار نقي. او النقطة الثانية، بامكانك انك اذا كنت يعني عندك وقت ممكن تحطه في نار. طبعا تحتاج هذاك الاناء اللي تطبخ فيه علشان تسخن الماء وبعدين تشرب منه. مثل الواقع، يعني الواقع انك لما تريد تشرب ماء وتقتل البكتيريا اللي فيه، وش تسوي؟ تروح وتسخن الماء علشان يقتل كل الميكروبات او البكتيريا اللي موجودة فيه. لو فرضنا انك اصبت بالمرض اللي هو الكوليرا، العلاج طبعا اول حاجة، طبعا الاعراض انه اللاعب بيبدي يزوع، يرجع كل حاجة، فيبدأ الاكل والشرب عندك ينقص بشكل كبير وما تقدر تاكل حاجة. فالحل انك تاكل الاكل على دفعات بسيطة، يعني مثلا بغيت تشرب، تاخذ تشرب قرعة بسيطة وتنتظر فترة، وبعد شوية مرة ثانية تشرب،
وتنتظر فترة لا تشرب كله دفعة واحدة لأنه بيرجع كل حاجة مرة ثانية. ونفس الشيء تستخدم للعلاج اللي هو الأنتيبيوتكس، ما هنا هي هذه الأنتيبيوتكس، حتى مكتوب فيها أنها تستخدم Antibiotics used to treat bacterial infection diseases not effective against viruses. يعني هذا الحين ما بينفعك إذا كان عندك فيروس، بس ينفعك إذا كان عندك اللي هو الكوليرا. طبعا في حاجة مهمة تخص نفس الشيء الأميون سيستم، أنا ما تكلمت عنها لأنها ما موجودة عندي هنا ما حصلتها، بس الحين براويكم هذه صورتها اللي هو الفيتامينز. طبعا هذه الفيتامينز فايدتها أنها ترفع عندك الجهاز المناعي، فهذه دائما لما تحصل فيتامينات يعني بين فترة وفترة في اللعبة حتى لو كنت ما مريض خذها علشان تقوي عندك جهاز المناعي وتتجنب انك تصاب بأي مرض بشكل سريع. المرض الثالث في لعبة ديزي هو مرض السامونيلا. طبعا هذا المرض اللاعب يصابه اذا صدت حيوان او مثلا احيانا تصيد دجاج او شيء، لما تقصص اي لحم يصير في ايدك يصير لونهن احمر لانه فيهن دم، يعني ايدك الحين ملوثة. فقبل لا تاكل اي شيء لازم تغسل ايدك. او الحل الثاني انك تلبس اللي هو جلوفز ايا كان نوعهن. ونفس الشيء ممكن يصاب اللاعب اذا اكل لحم بدون لا يطبخه. طبعا الحل واضح، تتجنب هذه الاشياء انك قبل لا تاكل اي حاجة لازم تغسل ايدك. لحظة نشوف هذه الدقاقة نراويكم وش اقصد. اوكي سوري يعني نستخدمش كمثال، لا لا لحظة نخوز القفازات. اوكي طبعا مثل ما شايفين الحين اذا قصصت اللحم، يلا بسرعة بسرعة ما عندنا وقت. طبعا شوفوا مثل الحين تشوفوا ايده، الحين ايده ملوثة. فالحل انك تغسل ايدك اذا كان عندك علبة مثل هذه، تسوي واش هاند مرة واحدة بس فبينظف ايده. سمعوني الزومبي، شوف زومبي هناك يركض. اوكي الحين ايده نظيفة، لحظات بس نتحرك من هنا. طبعا نفس الشيء اعراض هذا المرض اللي هو الفوميتنج، اللي هو انه بيجلس اللاعب يرجع. العلاج اللي هو خلونا نشوف هنا العلاج اللي هو هذا، اي حاجة فيها كحول. طبعا هذا يستخدم منه الكحول، ما الكحول استغفر الله اللي هو الفحم. طبعا يقول لك هنا used absence to treat poisoning، دائما حتى في الواقع العلاج التسمم يستخدموا فيه الفحم. يعني يقول لك الفحم من افضل العلاجات لاغلب انواع التسمم الغذائي. تو انا امشي كذا وما عارف الزومبي وين راح. اوكي فهذا الحين لازم تحفظ الادوية وكل دواء وش فايدته. هذا الحين اللي هو الكوراكل تابلتس او الشيركول تابلتس، هذا يستخدم لعلاج البويزنينج اذا تسممت بسبب اكل لحم بدون طبخ او كان ايدك ملوثة، ونفس الشيء اكلت بدون لا تغسل ايدك. اوكي الحين مع المرض الرابع. طبعا المرض الرابع نفس الشيء انتشر بكثرة سبحان الله مع ايام كورونا، مع بداية كورونا، اللي هو الانفلونزا. الانفلونزا من اول موجود، بس الحين بعد التحديثات الاخيرة صار اللاعب بكل بساطة ممكن انه يبدأ يعطس ويبدأ نفس الشيء يكح. السبب في هذا الشيء انه احيانا تصير امطار وملابسك تصير رطبة، فبسبب انك تعرضك للبرد. نفس الشيء عندكم مثل ما شايفين العلامة درجة الحرارة، كل ما تصير عندك برودة لوقت طويل، ونفس الشيء او الجسم يكون متبلل لوقت طويل وما تستخدم مثلا النار علشان تقفف ملابسك، يصاب اللاعب بالانفلونزا او الكولد. فالعلاج هنا بسيط، اول حاجة دائما تجنب انك تمشي في الماء. يعني احيانا وانت تلعب تحصل ماء، حاول انك تلف عليه، او اذا مشيت فيه حاول انك دائما اول باول تقفف ملابسك. بس اذا اصبت بالبرد طبعا هنا مشكلة، لانه احيانا يعني ما اعرف كان في جلتش او حاجة، اللاعب اذا يصاب بهالمرض حتى لو عالجته يعني يجلس فترة ويرجع مرة ثانية. طبعا هذا المرض للمعلومة يعني معدي، اذا كنت تلعب مع مجموعة واصبت به ما تمشي معاهم، ما تمشي قريب منهم لانهم بيعديوك او انك بتعديهم. فالعلاج نفس الشيء ممكن تستخدم اللي هو هذا اللي هو الانتيبيوتكس، وفي المفروض هذا، بس هذا ما اعرف احيانا
بالرغم انه يقول لك يوز تريت اولسو يوز از ا كوف ميديسن، يعني يستخدم للكحه، فاحيانا ما يفيد لما تستخدمه فاستخدم هذا، وما مشكلة انك تستخدم هذا. ونفس الشيء استخدم معاه اللي هو الفيتامين. الفيتامين دائما استخدمه مع كل مرض لانه بيقوي عندك جهاز المناعة. اما المرض الرابع او الخامس الحين اللي هو التسمم. طبعا التسمم يكون مثل ما خبرتكم في المرض السابق، انك لما تاكل لحم بدون طبخ، ونفس الشيء ممكن يكون في التحديثات الاخيرة مثل ما شايفين هنا عندنا الفواكه او الخضار، لما تجلس فترة مثلا هذا خلاص قف ما ينفع عندكم، هذا مثل ما شايفين الروتين يعني خلاص انه تعفن، فاذا اكلته ممكن يسبب لي تسمم. نفس الشيء هذا روتين هذا درايد قف، القف ما اعرف اذا يسبب مرض، لكن انت تجنب انك تاكل اللي هو الخضار والفواكه اذا كانت خلاص روتين اللي هي متعفنة. والحين بعد التحديث الاخير، يعني كان في التحديثات السابقة اذا تطبخ لحم ممكن تخليه معاك للابد يعني ما يخترب، الحين ما اعرف كم ساعة بالضبط بعدها يعني هذا اللحم اللي انت طبخته بيتحول لروتن وبتمرض، بيصير لك تسمم اذا اكلته. وطبعا علاج تسمم تستخدم عندك هذا نفس الشيء الانتيبايوتكس، وتستخدم معاه العلاج اللي خبرتكم عنه عن التسمم اللي هو هذا اللي فيه مادة الكول مثل ما شايفين الكول اللي هو الفحم، وتستخدم معاه نفس الشيء الفيتامينز، وتعالج التسمم بنفس الطريقة انك تاخذ رشفات بسيطة من الماء واكلات بسيطة نفس الشيء من الاكل بين فترة وفترة عشان ما تموت من الجوع لحد ما يتعالج اللاعب. وطبعا نفس الشيء عشان تقوي جهاز المناعة، في معلومة ثانية انا خبرتكم فيها قبل، انك تاكل اكل يعني عندك دائما في لاعبين اذا كنت تلعب طبعا في السيرفايفل اللي هو مثلا السيرفرات الرسمية، في لاعبين ما يهتم لما يشوف الاكل صار عنده بالاحمر يبدأ ذيك الساعة ياكل. اذا كنت كذا بتسوي اوكي، تجنب انك تعرض اللاعب لاي او الشخصية مالك لاي حاجة ممكن تسبب له مرض. اذا حاب ان مناعتك تكون قوية دائما خلي الاكل عندك مرتفع، نفس الشيء السوائل مرتفعة فل، الصحة فل، وعندك نفس الشيء الدم فل، ففي كذا بتكون مناعته قوية وصعب انه يمرض باي مرض، حتى لو كان اكل مثلا لحم ني ولا اكل حاجة خربانة او متعفنة. اوكي، وننتقل للمرض الاخير. طبعا المرض الاخير اللي هو البلود انفكشن. البلود انفكشن فكرته بسيطة، مثلا انا الحين صديقي، طبعا في التحديثات القادمة ممكن يصير مهم اكثر، الحين بعد ما مهم بشكل كبير، مثلا انا العب مع صديقي وباغي انقل له دم لانه صديقي مثلا انصاب ومحتاج دم، لانه تعرف انه لما تصاب احيانا الشخصية مالك لما تنقص من عندها الدم تصير الشاشة عندك رمادية، فهذا ممكن يأثر عليك ويضيع عليك في الرؤية. فلو فرضنا بغيت تنقل لصديقك دم، اول حاجة في اكثر من حاجة لازم تتأكد منها. اول شيء عندنا اللي هو هذه، خلونا نطلعه هنا. اوكي، هذا وش اسمه، بلود تيست كيت. نشوف صيغة الدم مالنا، طبعا هنا يدخل شوية الواقع الموضوع. الحين انا عندي صيغة الدم مالي A بلس، لو فرضنا بغيت اخذ دم عندنا هذا بلود كولكشن كيت، وهذا الاي في كيت نفس الشيء بنحتاجه، وفي حاجة بعد هنا وين راحت، في حاجة ما اعرفها وين، هذه ثلاثة اشياء بنحتاجها علشان نجمع الدم. اوكي، نخلطها مع بعض ولا اوكي، اول شيء نجمع الدم. طبعا مثل ما شايفين الحين بيبدأ الدم عندي ينقص. اوكي، لا هذه ما يحتاج لها، هذه بس نضيف معاها الاي في، هذاك الثاني مال السيلين باج. اوكي، الحين صار عندي اللي هو دم جاهز للنقل. طبعا ممكن انقله لصديقي، لكن لازم اتاكد من صيغه الدم. ممكن تبحث عن صيغه الدم وكل واحد وش يتعادل معاه في جوجل، انا بحط لكم الجدول الحين امامكم عشان تعرفوا كل صيغه دم وش يناسبها.
طبعا في حاجة ثانية اللي هي السيلين باج، هذا كله بلود كولكشن. اوكي وين راح السيلين باج؟ هذا السيلين باج. طبعا السيلين باج فكرته انك احيانا ممكن تصاب في معركة او تطيح من مكان مرتفع او ايا كان، ويصير عندك اللي هو ليش ما يشله؟ السيرفر بيسوي ريستارت. اوكي شباب طبعا انقطع قبل السيرفر كان يسوي ريستارت، هذا اللي هو السيلين باج. طبعا السيلين باج مثل ما خبرتكم يفيدنا في اذا في حالة انك كنت مصاب، هذا يسرع عندك نسبة الشفاء. طبعا صار مطر. اوكي خلينا ندخل هنا نكمل باقي الشرح. في نقطة، طبعا هذا تقريبا كل شيء بس في بعض النقاط المهمة. مثلا عندنا الباندج، عندنا نوعين من الباندج، عندنا هذا الفرق بينه وبين هذا العادي انه هذا ياخذ تقريبا بين 3 إلى 4 ثواني في علاج الجروح، تقريبا 3 ثواني، وهذا ياخذ تقريبا 9 أو 10 ثواني. طبعا في حاجة انا وحدي كنت ما اعرفها اكتشفتها مؤخرا، بس لما يكون عندك الرق بهالشكل وتريد تستخدمه كباندج، طبعا في نسبة كبيرة انك لو استخدمته وانت فيك جرح راح تصاب بانفكشن اللي هو عدوى فيروسية، فيصير عندك شعار هنا مع المرض. انا صار لي كم مرة واستغرب ليش لما اسوي باندج امرض. فالحل نفس الشيء، ما تستخدم باندج اذا كان كذا شكله. اول حاجة لازم تعقمه سواء بهذا اللي هو ديسنفكشن سبراي او اذا عندك كحول فتستخدمه هنا. اذا استخدمته احتمال كبير راح يصاب بمرض يعني بدون لا تعقمه. المفروض يتغير شكله او ما يتغير شكله الله اعلم، ما اتوقع انه يتغير شكله، بس المهم الحين صار اموره تمام. ولا خلونا نجرب بعدنا نسوي مرتين، هنا عندي اربع راجز فيمكن 4 مرات. هذه اخر واحدة ولو ان اشك. طبعا ما تكلمنا عن البلود بويزنينج. طبعا في الوقت الحالي اذا نقلت شخص يعني دمك نقلته لشخص والدم عنده ما يتعادل، انتظر بس ل3 دقائق وبيختفي المرض. لكن اتوقع انه مستقبلا يعني ممكن مع التحديثات القادمة راح يضيفوا انك لو نقلت دم ملوث لاي شخص راح في الواقع راح يجي تسمم في الدم، فاحتمال كبير انه راح يموت. فنشوف في التحديثات القادمه اذا اضافوا هالشيء او لا. طبعا اتوقع انه هذا كل شيء بالنسبه للامراض. دائما لما تلعب لعبه ديزي حاول تهتم بجهاز المناعه عندك، دائما حاول تخلي الاكل عندك دائما فل، نفس الشيء السوائل عندك فل. اذا كنت يعني خايف انك تمرض او انك تريد تتجنب الامراض في اللعبة. طبعا لازم اقتل زومبي علشان اختم المقطع ولا ما برتاح. اوكي هذا زومبي، هنشوف واحد غيره. اوكي ول اشوف شو اسمه. لا خلاص شردة، شوف كلها ملتمه. اوكي اتمنى المقطع فاتكم، لا تنسوا دعم القناة بالنشر واللايك. واذا كان عندكم استفسارات ثانية بخصوص لعبة ديزي، سواء في حاجة مثلا ما واضحة في المقطع او تريدوا شرح لشيء ثاني، كتبوا لي في التعليقات وان شاء الله راح في اقرب فرصة ارد عليكم. هذا اللي عندنا اليوم، بنشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني.